خلينا بقى ننتقل مع حضراتكم دلوقتي لملف اخر، وهو ملف برضو بيدل على شيء، بيدل على ان في شغل موجود، في شغل على الارض بيتم. ملف كنا اتكلمنا فيه قبل كده ومستمرين مع حضراتكم فيه، من وفيكم يعني بالتطوير على الارض خطوه بخطوه. كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره الاهلي كان قام بجوله تفقديه، ده كان بالامس في منطقه تحديدا العمل الخاصه بتشييد جراج النادي بفرع مدينه نصر. ده الملف اللي اتكلمنا فيه قبل كده، واللي كان الجمهور يا كريم هو اللي بيطلب، يعني الجمهور هو اللي كان بيطلب ان احنا عايزين حد يساعدنا في فكره هنا الجراج بتاع مدينه نصر، لان في ازمه هناك. لو حضراتكم رحتوا طبعا في ازمه كبيره جدا هناك في الركنه، فاكيد لما نلاقي مشكله زي كده كان مجلس الاداره حريص جدا انه يلاقي حل. طب ايه اللي حصل؟ حصل ان كان في تفكير في اقامه جراج، وخطوه بخطوه كنا كمان في قناه الاهلي بنعرض لحضراتكم التطوير اللي بيحصل، فين وصلت كمان الاعمال للمرحله الاخيره قبل الافتتاح المفروض المقرر ليه ان شاء الله خلال الايام، نتكلم ايام قليله جدا وهيتم الافتتاح. خليني اقول لحضراتكم كان رافق كمان رئيس النادي خلال الجوله كل من الدكتور سعد شلبي القائم باعمال المدير التنفيذي، المهندس سامح علي كامل المستشار الهندسي لمجلس الاداره، احمد ايهاب النحاس مدير فرع مدينه نصر، وبعض قيادات الشركه المسؤوله عن تنفيذ ايضا المشروع. استمع الكابتن خطيب الى شرح تفصيلي من المهندس سامح علي كامل المستشار الهندسي لمجلس الاداره ومسؤولي الشركه بشان هنا اخر تطويرات او التطورات الخاصه بالمشروع، ما تم كمان التوصل اليه، وبيجري كمان العمل به على قدم وساق حقيقي من اجل افتتاحه خلال الايام المقبله، واكيد احنا هنعرض لحضراتكم ده عندنا اكيد على قناه الاهلي. وكمان خليني اضيف، عقد الكابتن محمود الخطيب جلسه كانت مع الشركه المسؤوله عن تنفيذ المشروع، ده كان بعد الجوله، وذلك في حضور الدكتور سعد شلبي من اجل الوقوف على التفاصيل النهائيه بقى الخاصه بالمشروع، وهياتي مشروع تشييد هذا من اجل يعني انهاء الازمه تكديس السيارات اللي كنا بنتكلم عنها سنوات طويله. هي مش فكره كمان شهر ولا شهرين يا كريم، دي كانت لسنوات طويله كان في مشكله فيها، واتى طبعا تلبيه لنداء اعضاء النادي وتلبيه طبعا لاحتياجاتهم. فكويس جدا الكلام اللي احنا بنتكلم فيه ده، واخيرا هذه الازمه ستنتهي خلال ايام. لا، وهتنتهي بحل نموذجي. احنا بنتكلم على باركينج مساحته تتسع لحوالي 1000 سياره، فيعني من ساعه يعني بصي كانت المشكله اصلا مش لاقيين مكان نركن فيه شويه عربيات، دلوقتي بقى عندكم مكان تركنوا فيه 1000 سياره، فطبعا حاجه جميله جدا وحاجه محترمه جدا وتليق بالنادي الاهلي وباعضاء النادي الاهلي المحترمين.